Primeira quinta. Balusa. يلا عشان جم ياخدوك. ايه بقالة بالتليفون اللي معاه؟ او ماي جاد هتقلبني انا؟ طب ممكن تصبري عليا وتدي الو الو بس لازم اروح الجيم. جبت الحاجة؟ يا نهار ابيض ده سيكا هينفخني. بقى عمر راح فين؟ تعالى هنا. هفتن وخفف من قله الاكل حبيبهم. بس بقى يا ست انت كفايه دلع فيه ده ناقص ياكلني. اه والله ما باكلش الايام دي خالص. يا عيني يا حبيبي صعبت عليا. امسح بس الشوكولاته اللي على بقك دي. خلاص خلاص اطلع نام. ما تخش تنام انت كمان. لولو صحيني كمان ساعه عشان الحق الغدا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا عشان جم ياخدوك. ايه؟ ياخدوني ليه؟ عشان انت تخين. هما بقى ياخدوا التخان؟ يلا دلوقتي. حاضر حاضر حاضر. ايه في ايه؟ تعالى معانا. انا عملتش حاجة. انتوا جايين ليه؟ هاتوه. انا فين؟ يا ريتني ما كنت اكلت طبق الزلابية الاخير ده. هما بقى ياخدوا التخان. بقى ياخدوا التخان. هي حصلت معاك احمد من مكافحة التخان يا تخين. يا فندم اسأل حضرتك سؤال واحد بس، هو انا هنا ليه؟ انت من يومين اتنين عديت ال 120 كيلو وده بيسبب خطر على المواطنين. بسببك يا بيه التنمر زاد في البلد. تنمر؟ تنمر يا حضرتك؟ حضرتك انا اللي الناس بتتنمر عليه. لكن والله 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 عمر ما اتنمرت على حد في حياتي. ما انا عارف. هو انت فاكر انا مش عارف كده؟ يعني انتوا جايين تمسكوا الناس اللي بيحصل عليها تنمر وسايبين الناس اللي بتتنمر على خلق الله؟ احنا بقالنا فتره بنحاول نقضي على التنمر لكن الموضوع صعب جدا. الناس اللي هي بتتنمر على الناس دي ناس قليله الادب، صعب التعامل معاهم. لكن انتوا الناس اللي بتتعرض للتنمر ناس طيبه وغلبانه في حالها كده، سهل التعامل معاهم. فقلنا عشان نقضي على التنمر يا نحبس المتنمرين يا نحبس الناس الغلابة اللي زيك. وانت بالنسبة لي يا صاحبي اسهل بكتير. فالدراسات بتاعتنا قالت لو حبسنا واحد من الاتنين دول هنقضي على التنمر خالص. فلقينا الاسهل اللي هنحبس الناس الغلابة اللي زيك. لا والله. طب انا اسف جدا. قولي انت كلت ايه النهاردة؟ حضرتك النهاردة انا كلت زلابية بالشوكولاتة. ولا انت شايفني ايه؟ كلت قد ايه يعني؟ اسف اسف كلت حوالي كيلو مثلا. لما انت تاكل كيلو زلابية سبت للشعب المصري ايه؟ حضرتك صح طبعا. الواحد بياكل واحدة اتنين تلاتة بس مش كيلو. ايه بقى السبب اللي خلاك تاكل الكيلو ده؟ عشان كنت جعان. انت شكلك هتجنني. ليه كلت الكيلو ليه؟ بالراحة. حاضر حاضر كلتها عشان طفس. ماشي كلتها تفاصل. ايوة ليه بقى بتطافس؟ والله حضرتك مش عارف. بس انا اقول لحضرتك على حاجة. انا حاسس بالوحدة جدا. انا ما عنديش صحاب خالص على فكره، وما عنديش طموح خالص، ولا حتى اخواتي صحابي. بالعكس بيتنمروا عليا من زمان قوي. الحاجه الوحيده اللي بتبسطني في الحياه دي هي الاكل، فباكل كتير قوي. فاحنا ممكن نقول ان حضرتك بتشغل نفسك من حياتك باللي انت بتاكل كتير، صح؟ حضرتك ممكن فعلا. اسمعني كويس يا تخين، في طرق كتير الناس بتهرب من حياتها بيها، الشرب، المخدرات، الاكل، وحاجات كتيرة جدا، لكن الصح اللي انت تواجه حياتك مش تهرب منها. بس انا حبيتك وهساعدك وهخليك تهرب من حياتك بطريقة احلى بكتير قوي. بجد؟ ازاي؟ السجن. ايه؟ هعمل دايت. هعمل دايت والله والله هعمل دايت. لا 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 هخس. هعمل كيتو. هعمل صوم متقطع. هلعب كارديو. هخس 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 هخس. سيكا ايه يا ابن سيكا؟ هي التقليبه اللي فاتت عجبتك ولا ايه؟ ازي حضرتك يا عم؟ انا جاي لحضرتك بجوب اوفر. انت بتغلط فيا يالا؟ لا لا يا عم، انا قصدي جايب لحضرتك شغلانه. شغلانه؟ شغلانه ايه ان شاء الله؟ شغلانه مدرس. مدرس ايه يا سيكا؟ شكل الصبغه لحست دماغك. يلا يا عم اطلع باللي معاك، انا مش فاضيلك. حضرتك هديك 200 جنيه في اليوم. 200 جنيه؟ 200 جنيه انا العده اللي قلبتها منك اخر مره بعتها ب 500 جنيه. وات؟ ايفون 14 برو ماكس ب 500 جنيه؟ ايو ستوبيد؟ حبيبي يا اسطى. Anyway هديك 500 جنيه في اليوم ماشي؟ هدرس ايه بقى؟ عايزك تعلمني ابقى صايع ما بقاش هفق.
مبقاش سيس والناس كلها تعمل اللي هي عايزاه فيا وتقعد تتريق عليا كل شويه. عايز البس براحتي وامشي براحتي ومحدش يكلمني، واللي يكلمنا في رومو. عايز من الاخر كده ابقى مقردح. اه يالا تكون قصدك مدردح يالا. ما تقلقش خالص، انا بعون الله هفورك. طالما بقى هنشتغل مع بعض، ممكن حضرتك تقول لي اسمك ايه؟ معاك المعلم بلوزه. بلوزه؟ يعني تقليب الموبايلات، العدد التاشت، السامسونج، النوكلا، النوكيا، والحمد لله الايفون دخل على ايدك يا صاحبي. بوجي، بوجي اسم بوجي. ماشي يا عم بوجي، يلا بينا. ليه سبتيني؟ ليه تخليتي عني؟ انا وحش قوي كده؟ انا فعلا وحش قوي. ايه ده؟ ضعيف. ايه ده؟ مريض. انا جعان، عايز اكل، انا جعان قوي. الو، عايز اطلب اكل. واحده 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 بتزاي كبيره كده. هو انت في ايه مالك؟ ما تاكل عدل شويه. هو انت مفجوع ولا ايه؟ كل بالراحه شويه. حبيبي يا سيكا، وحشني قوي والله. حبيبك؟ هو انت في ايه مالك؟ مش نام كويس، بس سهران امبارح بذاكر. سيكا، انا حلمت حلم وحش جدا وعايز اتكلم مع حضرتك فيه. حلم ايه؟ حلمت اللي انت خسيت؟ لا، حلمت اللي انا صاحبتي ما سابتنيش. اسكت انت وهو، انتوا هتعروا بعض قدامي ولا ايه؟ خلاص يا سيكا، خلاص هتكلم معاك في الموضوع بعدين. يا اخواتي، ايه يا سيكا يا زميلي؟ عامل ايه يا ابن عمي؟ هو انت بتتكلم كده ليه؟ ولا اقول لك اسكت اسكت. انا مش عارف كل واحد فيكم فيه ايه في حياته، بس متاكد ان كل واحد فيكم فيه مشكله معاه. عشان كده انا قررت ان احنا نسافر السخنه 3 ايام. بجد يا سيكا هنسافر؟ يلا بينا. سيكا، هي لولو جايه؟ لا، لولو مش جايه، لولو راح عند اختها 3 ايام. معاك يا بابا. قشطه، يلا قوموا حضروا نفسكم عشان نروح السخنه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا ريت تكونوا اتبسطتوا بالفيديو. لو اتبسطتوا بالفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وسايب لكم اللينك بتاع الانستجرام في الديسكريبشن تحت. روحوا اعملوا له فولو هناك وهنكسر الدنيا. مستنيكم. معاك ايه المره دي يا قطه؟ 3000 موبايل جالاكسي بالبندق. هاتوه هاتوه هاتوه. ايه ده؟ يعني احبس المتمرنين؟ يعني احبس المتمرنين؟ شكلك مش مظبوط كده. ايه يا عم؟ انا ضايع. يلا. ليه حضرتك كده؟ ليه حضرتك كده؟ ليه؟